لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهرة سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاب والله من تمسك بكم، أمن والله من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء يا أبو علي، يتيمة من يتامى سيد الشهداء، قد غالها من بلاد الشام سهم ردى، وهي المكنات بالصغرى فاطمة بنت الأولى لهم القرآن، قد شهدا لم أنسها وهي للخدين لاطمة وقلبها بلظى الأحزان، قد وقدا تقول يا عمتا أين الحسين أبي، تسأل عن أبوها تريد تشوف أبوها، تقول يا عمتا أين الحسين أبي وأين من بهم الرحمن، قد عبدا أين الذين فشا في الخلق فضلهم
أين الأولى فتحوا للخالق باب هدى فلم تزال في البكاء وهي صارخة تجري مدامع عينيها وقد وردا لأنها رأت بالنوم والدها بحالة توهي الأركان والجلدا شلون شافت أبوها مجرح الجيس والكفين قد قطعا والرأس محزوز منه يفطر كبدا سوى قد ضم بين جنبيه وقال لها أنت تصيري إلينا في الجنان غدا هنالك انتبهت في الحال صارخة لصوت نعي شجيا يصدع الصلدا لم تزال في بكاء ونوح إذ وقعت وفارقت روح تلك الطفلة جسدا هنالك ولولت النسوان معولة أين المعزون فيها السيدة الشهداء قلبي تقطع والحزن زايد علي لمصيبة الطفلة الصغيرة الهاشمية طفلة ويتيمة من يتام حسين بالشام يكسر الخاطر حالها ما بين ليتام اتنادي يا عمه وين ابويا وين نلعمام وين العشيره وين من ينغر علي كل ما تقل لها يا عم حسين وين قالت أبوك حسين غايب يا حزينة لازم جيلك وجماله تنظرين وتعاينين الغرة يا هاشمية ما بين ما الطفلة يشيع في بكا ونوح وبالليل يومها غفت شافت المذبوح
ضمها الصدر وعاينت في جسمها جروح وقالها يا بنتي قربت ليك المنية في الحياة وانتبهت الطفلة الحزينة بقلب مذعور تلطم بياديها ودمع العين منثور يمنى ويسرى تلتفت لك بلا شعور وتصيح وين الضمني الصدر الشفية لما وعد زينة الصرختها وبكية لما وعد زينب الصرختها بكيها طبت عليها تصيح بنتش صار بيها يا بنتش صار بك ولن تقول لها والله يا عمي شفت ابويا بهالعشيه قالت رايتين الشهيد حسين بيحال شلون شفتي يا رقيه والله قالت رايتين الشهيد حسين صوتك بيحال قالت ميحال قالت لا راس يا عم ولا يمنى ولا شمال وعرفته بالانوار والريح الزكية قاموا يسلوها ويصبروها ولا يفي كل ما يسكتوها بجاها يشيع ويزيد ومن ضجة النسوة وبجا الطفل اسمع يزيد وقال اخبروني عن بنات الهاشمية انا اسمع بجا ونياح زايد عدهم اليوم قالوا يتيمة شافت المظلوم بالنوم ضمها الصدر وعاينت في جسمه دموم وانتبهت الطفلة بصرختها شجية ايش سوى نادى يا الملزوم بن زيد حزنه ودوا الراس لها وذبوا في حضنها بل جن تموت وتستريح الناس منها وتلحق الهلين فنوا بالغادري الأمر كله لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ظالميكم أهل البيت سئل مولانا الإمام الباقر عليه السلام هل معرفة الإمام واجبة على جميع الخلق قال عليه السلام إن معرفة الإمام واجبة
صدق إمامنا ومقتدانا الإمام الباقر سلام الله عليه. الحديث في مثل هذه الليلة انطلاقا من كلام المعصوم عليه السلام يكون في نقطتين. النقطة الأولى في بيان أهمية معرفة المعصوم عليه السلام، والنقطة الثانية في بيان مراتب معرفة المعصوم عليه السلام. وإن وفقنا وإياكم إلى مزيد من الوقت فإننا سوف نتحدث في النقطة الثالثة حول ثمرة المعرفة أو الثمرة من معرفة المعصوم عليه السلام. نجي إلى النقطة الأولى. أقول لقد أشار القرآن الكريم إلى أن الغاية من خلق العباد ما هي؟ هي العبودية، بدليل الآية القرآنية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الغاية من خلق العباد ما هي؟ العبودية. والمراد من العبودية كما يقول الشيخ الجوادي الآملي، يقول العبودية بمعنى التبعية، أي تبعية العبد لمولاه بشكل مطلق وبلا شرط. العبودية بمعنى التبعية، تبعية العبد لمولاه. وهذه التبعية التي هي العبودية يقول لا تتحقق أو غير ممكنة من دون ماذا؟ من دون معرفة الله سبحانه. يعني العبودية لا تتحقق من دون معرفة من؟ الله سبحانه وتعالى. يعني أول تتحقق منك معرفة الله، ومن ثم تتحقق منك ماذا؟ العبودية. ولذلك يقول الإمام الحسين سلام الله عليه: أيها الناس، ما خلق الله العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه. شايف شلون؟ ما خلق الله العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه. أول معرفة الله، ومن ثم تتحقق ماذا؟ العبودية. ولذلك يقول الإمام الباقر سلام الله عليه: إنما يعرف الله، عذرا، إنما يعبد الله من يعرف الله سبحانه وتعالى. إذن العبودية لا تتحقق إلا عن طريق معرفة من؟ الله سبحانه وتعالى. لابد أنك تتعرف. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق لكي أعرف. إذن الطريق لتحقيق العبودية ما هو؟ هو معرفة الله سبحانه وتعالى. زين، وما هو الطريق إلى معرفة الله؟ ما هو الطريق لمعرفة الله؟ ما هي المحال والطرق الموصلة لمعرفة الله؟ ها؟ هم محمد وآل محمد. الطرق الموصلة إلى الله وإلى معرفة الله هم الذوات المقدسة لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهذا ما تثبته الروايات التي تتحدث عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما ورد في الزيارة: من عرفكم فقد عرف الله. في الزيارة: من عرفكم فقد عرف الله. الإمام علي يقول: نحن الأعراف الذين لا يعرف الله إلا بسبيلنا وبطريقنا. يعني أنت تعرف الله عن طريق من؟
المعصوم عليه السلام. هنا تكمن أهمية معرفة المعصوم. شايف وين توديك معرفة المعصوم؟ توديك إلى معرفة الله التي بالتالي تتحقق منك ماذا؟ العبودية. يقول الإمام الباقر بنا عبد بنا عرف الله بنا عرف الله وبنا عبد الله وبنا وحد الله. نحن الأدلة على الله. احنا اللي نوديكم الى الله. شايف هنا تكمن ماذا؟ أهمية المعرفة. إذن خلاصة هذه النقطة، انتقل الى النقطة الثانية. كما قلنا أن الغاية من خلق العباد هي العبودية، والعبودية لا تتحقق إلا عن طريق معرفة الله، ومعرفة الله لا تتحقق إلا عن طريق معرفة الإمام المعصوم التي هي طريق لله، وبعد ذلك طريق لتحقيق العبودية. وهنا يتضح لنا في خلاصة هذه النقطة أهمية معرفة الإمام المعصوم عليه أفضل أهمية معرفة المعصوم. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. تعال إلى النقطة الثانية، وقبل ما أن أبين أذكر أنه من أهم أو من خصائص المذهب الإمامي الاثني عشري. ما هو من خصائص المذهب والذي يعد من معتقداته؟ ها، الاعتقاد بماذا؟ بالإمامة، لأن الإمامة أصل من أصول الدين، صحيح ولا؟ ومن الإمامة ما هو؟ معرفة الإمام. هذا أمر نحن نعتقد به وأمر مهم، ومن خصائص هذا المذهب مسألة الإمامة والإمام. ولذلك لما سألوا الإمام قالوا له هل معرفة الإمام واجبة على جميع الخلق؟ قال واجبة، معرفة الإمام منا واجبة. ولذلك انطلاقا من هذا الوجوب وهذه الأهمية لمعرفة الإمام، نحن نذكر لكم مراتب معرفة الإمام. علماء العرفان وأهل المعرفة يقسمون مراتب معرفة المعصوم إلى ثلاثة مراتب. يقولون عندنا معرفة معرفة المعصوم مو بدرجة واحدة، وإنما بثلاث درجات، يعني بثلاث مراتب. يقولون عندنا المرتبة الأولى تسمى المعرفة الجلالية، المرتبة الثانية تسمى المعرفة الجمالية، المرتبة الثالثة تسمى المعرفة الكمالية. خل أشرح لك هاي الأقسام الثلاث. شنو المراد من المعرفة الجلالية للمعصوم، والمعرفة الجمالية، والمعرفة الكمالية؟ نجي للقسم الأول. المعرفة الجلالية هي معرفة حدود الشيء أو ومشخصاته، وبعبارة أخرى معرفة المعصوم بما له من الظاهر، بما له من الظاهر، أنك تتعرف على الإمام المعصوم بما له من ماذا؟ من الظاهر. يعني شنو؟ أنك تتعرف على الإمام المعصوم بأنه إمام، عدل النبي، عدل القرآن، وريث النبي، إمام مفترض الطاعة، طاعته طاعة الله، طاعته طاعة رسوله. هذا معرفة الإمام بما له من الظاهر. معرفة الإمام بماذا؟ بما له. هذه يسمونها معرفة جلالية، أدنى المعارف. ولذلك يقول الإمام الصادق في الرواية وأدنى معرفة الإمام أنه ماذا؟ إمام. بعد وأنه عدل النبوة، بعد عدل النبي إلا درجة النبوة، ووريثه وأنه إمام، طاعته طاعة الله وطاعته طاعة رسول الله. في رواية أخرى يقول وأدنى معرفة للإمام أنه إمام على جميع الخلق وهو مفترض الطاعة. هاي أدنى معرفة وأقل معرفة إلى الإمام المعصوم يقال لها المعرفة الجلالية.
ولذلك يقولون هاي المعرفة الجلالية مو بس الشيعة يعرفون الإمام بهذا القسم بهذا النوع من المعرفة، الشيعي وغير الشيعي يعرف هذا المقدار من العلم هذا المقدار من المعرفة. وقد أشارت الزيارة الجامعة أن هذا القسم من المعرفة يشترك فيه الإنسان المؤمن وغير المؤمن، ها الوضيع والشريف، هكذا تقول الزيارة: وما من وضيع ولا شريف ولا عالم ولا جاهل إلا عرف جلالته. قدركم إشارة إلى ماذا؟ إلى المعرفة الجلالية. إذن المرتبة الأولى من مراتب المعرفة هي المعرفة الجلالية للإمام المعصوم. تعال إلى القسم الثاني، المعرفة الثانية يسموها المعرفة الجمالية عند العرفاء. شنو يعني المعرفة الجمالية؟ المعرفة الجمالية أرقى من الأولى، هي معرفة الإمام المعصوم بما له من مقامات، يعني تعرف مقامات الإمام، منزلة الإمام، ها؟ مكانة الإمام عند الله سبحانه وتعالى. تعرف الإمام، المعرفة الجمالية هي معرفة مقامات المعصومين عليهم أفضل الصلاة، ولو بعض مقاماتهم مو كلها لأن كلها بتصير الدرجة الثالثة، تأنك أن تعلم بعض مقامات المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، أي يسمونها معرفة جمالية. خل أجيب لك هاي القضية، التفت وياي اسمع هاي القضية. يقولون سلمان صاحب أمير المؤمنين، سلمان المحمدي، سلمان منا أهل البيت، يقولون سلمان وصل إلى مرتبة المعرفة الجمالية للإمام المعصوم، يعني معرفة بالإمام مو معرفة فقط جلالية، لا أرقى من الجلالية. يقولون معرفة بالمعصوم معرفة شنو؟ جمالية. شلون؟ اسمع هاي القضية. سلمان معروف دائما ملازم لأمير المؤمنين، دائما ملازم أمير المؤمنين، يجلس وياه بالمسجد ويأخذ من نميره ومن علمه ومن نور المعصوم. أصحاب سلمان أصحاب الإمام قالوا ليش دائما سلمان يسبقنا؟ ليش دائما من نروح المسجد نشوف سلمان يجلس قبلنا، يوصل المسجد قبلنا؟ ليش؟ احنا غدا نسبق حتى نوصل المسجد قبل من؟ قبل سلمان هو اللي يسبقنا، سلمان من نوصل المسجد اللي هو جالس بجنب الإمام علي. خلاص اتفقوا على أنهم ماذا؟ يجون قبل سلمان، باليوم الثاني يجون قبل من؟ قبل سلمان، اتفقوا فيما بينهم. فعلا اجى اليوم الثاني، اجوا إلى الطريق اللي يوصل إلى المسجد، شافوا بالأرض آثار أقدام الإمام علي، فقال بالأرض آثار أقدام من؟ الإمام علي. إيش قالوا؟ قالوا ما موجود إلا آثار أقدام الإمام علي، يعني شنو؟ يعني إحنا سبقنا سلمان، لو كان سلمان إجى إلى المسجد لرأينا آثار أقدامه، لكن ما موجود إلا آثار أقدام من؟ الإمام علي سلام الله عليه. زين، هم فرحوا، قالوا احنا سبقنا سلمان، راحوا الى المسجد واذا بهم يتفاجؤوا بوجود سلمان جالس بجنب امير المؤمنين. عجيب، سلمان انت من وين جيت؟ مو هذا الطريق ما موجود فيه الا ما الا اثار اقدام الامام علي، انت من وين جيت؟ شلون دخلت المسجد؟ شلون وصلت المسجد وسبقتنا؟ قالوا له انزلت من السماء ام طلعت او خرجت من الارض؟ من وين جيت انت يعني ودخلت المسجد؟ ايش قال؟ قال لا نزلت من السماء ولا خرجت من الارض. كان من وين جيت؟ قال وضعت اقدامي على اثار اقدام الامام علي. التفت، القضيه مو هكذا، يعني المساله فيها شيء. التفت، قالوا ليش؟ يقول أنا يوم جيت وضعت أقدامي
على أقدام على آثار أقدام الإمام، يعني أكو آثار لأقدام الإمام علي، يقول وأنا أمشي وضعت أقدامي على آثار أقدام الإمام علي. قالوا له ليش؟ قال شوف هني معرفة سلمان بالإمام معرفة جمالية. قال لأن الإمام إني أعلم أن الإمام لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا عن علم وعن حكمة. مو هكذا يمشي، مو مثلك يمشي الإمام بالشارع، دير بالك الإمام مشيته بالشارع غير، تكون وضع أقدام عن علم عن حكمة، وين يمشي وين يروح وين يجي. ولذلك هنا تتضح لنا معرفة سلمان بالإمام المعصوم، معرفة سلمان بالمعصوم الإمام علي معرفة شنو؟ جمالية، مو معرفة عادية. لو كانت معرفة عادية والله يجي طريق هكذا يمشي، لكن شوف شلون سوى. إذن هاي المراد من المعرفة الجمالية، المراد من المعرفة الجمالية ما هي؟ هي معرفة ما للإمام المعصوم من مقامات ومن مراتب ومن منزلة عند الله سبحانه وتعالى. هاي المعرفة الثانية، المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة من المعرفة تسمى بالمعرفة ماذا؟ الكمالية. الكمالية. شنو معنات المعرفة الكمالية؟ هي معرفة جميع مقامات المعصوم وكل مقامات المعصوم، وبعبارة أخرى معرفة حقيقة المعصوم والإحاطة بكنه المعصوم، هي يسمونها معرفة كمالية. ولكن هذا النوع من المعرفة لا يتيسر إلى الناس وإلى البشر. ليش؟ أن يحيطوا بحقيقة المعصوم. والدليل على ذلك قول النبي في حق علي: يا علي لا يعرفك إلا الله وأنا. أي معرفة كمالية، ما حد يعرفك يا علي إلا الله وأنا، يعني لا يعرفك إلا المعصوم، ولا يعرفني يا علي إلا الله وأنت. وهل ما جرى بين المعصومين، لا يعرف المعصوم إلا معصوم مثله. هذه المعرفة يسموها معرفة ماذا؟ كمالية، غير متيسرة، غير متيسرة إلى البشر. إذن هذا هو تمام الكلام في النقطة الثانية، وقد بينا لكم ماذا؟ مراتب معرفة المعصوم، وأنها ليست على درجة واحدة أو مرتبة واحدة، وإنما على عدة مراتب. عليكم السلام. نجي إلى النقطة الثالثة بشكل سريع، لن أطيل عليك، أخذ دقائق فقط حتى أدخل في المصيبة، وهي في بيان الثمرة منها من معرفة المعصوم. الثمرة من معرفة المعصوم، قلنا بأن الإنسان لا بد وأن يترقى من معرفة المعصوم، لا يكتفي بالمعرفة الجلالية اللي هي أدنى المعارف، لا بد وأن يترقى إلى أن يصل إلى المعرفة الجمالية. لأن البعض ربما يتساءل يقول خو نحن تكفينا معرفة المعصوم بالمعرفة الجلالية، يعني إمام معصوم مفترض الطاعة، ولكن أننا نتعرف على المعصوم على مقاماته على منزلته على فضائله على هاي المقامات، يقول ربما هاي توقعنا في كثير من الأمور، إما في الغلو هذا أولا، أو توقعنا في ماذا؟ في ترف فكري أننا نغوص في مثل هذه الأمور. ربما هكذا يقول إنسان، أننا ربما إذا تعمقنا في معرفة الإمام ووصلنا إلى المعرفة الجمالية ربما نقع في الغلو، أو ربما أننا نقع في مشاكل أو ما شابه هذا، نكتفي بالمعرفة الأولى الجلالية. هذا الكلام صحيح أو غير صحيح؟ الجواب هذا الكلام غير صحيح. من قال؟ من قال؟ البعض يقول ربما ما في ثمرة
من المعرفة الجمالية. نكتفي بالمعرفة الجلالية. الجواب لا، هنالك ثمار كثيرة من المعرفة الجمالية، ما تقتصر بالمعرفة الأولى الجلالية، لا، تترقى إلى المعرفة الجمالية، لأن هنالك ثمرة وثمار كثيرة مترتبة على ماذا؟ على المعرفة الجمالية. كلما ازداد الإنسان معرفة، نعم، له وعليه ثمرة. مثلا أنا أذكر لك بعض الثمرات. الثمرة الأولى أنه ليش إحنا نركز على أن يزداد الإنسان معرفة بالإمام المعصوم، ما يكتفي بالمعرفة الجلالية، يترقى إلى معرفة مقاماتهم. وهي موجودة مقاماتهم، لما تفتح أنت الزيارة الجامعة تشوف مقامات المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، تتعرف عليها. إحنا مطالبين أن نترقى. الثمرة الأولى من معرفة المعصوم، المعرفة الجمالية مو الجلالية، وهي التفاضل بين الشيعي وآخر. كيف نعرفه؟ عن أي طريق؟ لما نريد نميز بين هذا الشيعي وذاك الشيعي، بين هذا الموالي وذاك الموالي، شلون ملاك التفاضل بين الشيعي والشيعي؟ عن أي طريق؟ عن طريق كثرة صلاة هذا عن ذاك، أو كثرة صدقة هذا عن ذاك، أو كثرة حج هذا عن ذاك، أو كثرة صوم هذا عن ذاك. الإمام الصادق يقول لا، التفاضل مو بهاي الأنواع، مو بهاي الأمور. يقول بعضكم معرفة، يقول بعضكم صومه أكثر من بعض، وبعضكم صلاته أكثر من بعض، وبعضكم حجه أكثر من بعض، وبعضكم صيامه أكثر من بعض، ولكن أفضلكم أفضلكم معرفة. إذن التفاضل وين صار؟ في المعرفة، مو بكثرة الصلاة وكثرة الصوم وكثرة الصدقة. الرواية الثانية يقول اعرفوا منازل شيعتنا بقدر روايتهم ومعرفتهم لنا. تعرفون منازل شيعتنا بقدر معرفتهم لنا وروايتهم لنا. إذن هاي ثمرة، ثمرة تترتب على الإنسان. ثمرة أخرى أن المعرفة الجمالية، يعني الإنسان كلما ازداد معرفة ازداد في ازداد لمعرفة مقامات المعصوم، هذا يأثر على سلوك الإنسان في حياته، يأثر على سلوك العملي، يأثر على سلوك العلمي، على حياته يأثر، لأنه كلما ازداد معرفة بالمعصومين ازداد قربا من الله، لأن أقرب المخلوقات إلى الله هم محمد وآل محمد. وأفضل خلق الله هم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأعظم خلق الله هم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذلك أنت كل ما تزداد معرفة ماذا؟ يأثر عليك، يأثر عليك. لما تزداد معرفة في المعصومين ما تنطلي عليك هذه الشبهات وهذه الإشكالات التي تثار منها هنا ومنها هناك. ليش؟ لأن عقيدتك تكون قوية ومتماسكة بازديادك أو بزيادة معرفتك للمعصوم عليه السلام. ها، يزداد اطمئنانك، تزداد قوة عقيدتك. لكن لما تقتصر على مقدار بسيط، ربما أمام رياح عاتية من الإشكالات والشبهات تتزلزل وتضطرب، ولكن بالمعرفة ها تتصدى وتكون قويا، وهذا يأثر عليك وهذا إليك. الثمرة الثالثة أنه تضاعف الحسنات على قدر المعرفة. وإحنا إيش نقرأ بالزيارة بالروايات، وهي أيام الزيارة والناس تستعد وين تروح للزيارة للحسين. الله يوديكم للحسين إن شاء الله، الله يوديكم للحسين وتزورون الحسين وتمشون مع المشاية إلى الحسين هناك. عندنا بالرواية شلون تضاعف الحسنات، يقول من زار الحسين عارفا بحقه كان كمن زار الله في عرشه. شوف المعرفة شو تسوي، تأثر عليك بزيارتك، مقبول الزيارة إن شاء الله، وكل زائر له ها من الدرجات ومن الأجر والثواب، كل واحد إلى شأنه. ولكن كلما كان الإنسان معرفة بالإمام
له من الأمور الكبيرة كما تذكرها الروايات من الأجر والجزاء والثواب. من زار الحسين عارفا بحقه كان كمن زار الله في عرشه. وروايات كثيرة اللي تتحدث أن الذي يزور الإمام عن معرفة فله من الجزاء ومن الثواب ومن العطاء الجزيل يوم القيامة. بالحسين بالحسين معرفة الحسين. ليش؟ أن الإمام الحسين وصل إلى هذا الأمر بحيث أن الله مو بس بيوم الأربعين، بالرواية أن الله ينظر لزوار الحسين يوم عرفة قبل أن ينظر إليهم في بيته الحرام. يعني يقع نظر الله على زوار الحسين يوم عرفة قبل حجاج بيت الله الحرام. ليش؟ هذا إن دل على شيء فإنه يدل على عظمة الحسين. الحسين أعطى كل شيء إلى الله فأعطاه الله كل شيء. إيش قدم الحسين؟ أبو علي كل شيء قدم إلى الله، كل شيء قدم نفسه وروحه ودمه المبارك وأولاده وأطفاله ونسائه. إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصبر. الذي جرى على الحسين لم يجري على غيره. وأي مصيبة أعظم من مصيبة الحسين؟ أي مصيبة مرت عليك أعظم من مصيبة الحسين وما جرى على الحسين؟ هل اكتفوا بقتل الحسين وبعد أن قتلوا الحسين أوطأوا صدره تحت حوافر خيول الأعوج؟ لم يكتفوا بذلك، وإنما قاموا بحرق الخيام وبسبي النساء وسبي الأطفال الذين أخذوهم من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان، يساقون بأبي سبايا مربطين بالحبال في أعناق. ومنها هؤلاء السبايا طفلة الحسين رقي، أي عمرها 3 سنين، اللي بعد مقتل الحسين كل تسأل عن أبوها تقول وين أبويا؟ مو هاي الطفلة عزيزة من واي؟ هاي الطفلة عزيزة الحسين، حبيبة قلب الحسين، هاي اللي البعض يقول اللي كانت متعودة تفرش المصلات لأبوها الحسين ويجي يجلس الحسين ويصلي، متعودة تفرش المصلات لأبوها وتنتظر على المصلات. أسألك بالله ليلة 11 من المحرم مهاي رقية إجت وقت الغروب وفرشة المصلاة لأبوها الحسين تنتظر وقت الغروب. لمن إجت لها عمتها زينب تخاطب عمتها زينب تقول عمة زينب ليش أبويا الحسين تأخر؟ ما معود أبويا يتأخر على الصلاة. هذا الحسين، الحسين قتل في بوغاء كربلاء، وتسأل عن أبوها تبكي ليلا ونهارا على الحسين. وكلما طلبت الحسين قالوا لا بأنه مسافر وهي بالطريق إلى أن وصلت إلى الخريبة بالشام، تبكي وتبكي النساء لبكائها. وفي ليلة من الليالي رأت أبا الحسين في عالم النوم، ولكن أفاقت فزعة مرعوبة تبكي على أبيها تطلب الحسين. وكلما قاموا بتهدئتها لم يستطيعوا، وضجت النساء لبكاء يا دي اليتيم. بينما هم كذلك إذ ارتفع صياح النساء والأيتا ووصل إلى مسامع يزيد. قال يزيد ما الذي يجري؟
أسمع بكاء الأطفال والنساء قالوا لو يا يزيد هنالك طفلة للحسين رأت أباها في عالم النور وأفاقت فزعة مرعوبة تطلب أبوها الحسين تريد أبوها الحسين وإذا باللعين يقول لي يقول لجلاوزته خذوا لها رأس الحسين ما أقسى قلبك يا يزيد هاي طفلة صغيرة يتيمة ثلاث سنوات انت شلون تودي لها رأس الحسين جاءوا برأس الحسين وضعوه في طشت وغطوه بمنديل جاءوا متجهين إلى ناحية اليتيم شافت اليتيم هذا الطشت مغطى بمنديل قالت لهم أنا ما طلبت طعاما ولكن أنا طلبت الحسين أبي الحسين قالوا لا مرادك في هذا الطشت وضعوا الطشت أمامها ورفعت المنديل وإذا بها ترى رأس الحسين أخذت تنادي أذي اليتيمة أبا يا حسين من الذي قطع وريدك أبا يا حسين من الذي خضب شيبتك أبا يا حسين من لليتيمة حتى تكبر أبا من للنساء الضائعات أبا من للنساء المرملات أبا من للنساء الضائعات أذى ودمعتها على خدودها فوضعت فمها على فم الحسين إلى أن أخشي على رقية وهي على رأس أبيها التفتت زينب قالت يا نساء اهدأنا يا نساء فلقد نامت رقية لا تقعد رقية خلوها شوية ترتاح الآن هدأت من البكاء رقية وإذا بزينب تنظر إلى الإمام زين العابدين ودمعته على خدود ابن أخوي ايش صاير عليك قال عم زينب ارفع اليتيمة فلقد ماتت على رأس الحسين طجت النساء بالبكاء والعويل لفراق هذه اليتيمة كأني بهذه اليتيمة لسان حالة خاطب أبوها نقرأ لك الأبيات بهذا الطور شلون رقية خاطب رأس الحسين شفتك يا أبو يا ابن أمي جالس وانا في حجرك ساعدني ما يخالف انا تعبان وانت بعد متعب شفتك يا بوي يا ابن امي جالس وانا في حجرك ظنيت انك سالم ما أدري حز وناح طفلة يا بويا وغافلة ما أدري رضى وصدرك من ضرب وجهك بالعصا جاوب يا راس الوالي صوتك
من ضرب راسك بالعصا جاوب يا راس ردتك يا ابو يا سالم ولن جاب لي راسك مخضوب شابك بالدماء ومكسر اضراس من خمد انفاسك يا ابويا وغبروا داجاك ظلت تنادي وتبكي من فوق راس الوالي ظلت تنادي وتبكي من فوق راس الوالي ايش سوت؟ خلت وجهها بوجهها وتمرغت بدموعها خلت وجهها بوجهها وتمرغت بدموع خرت وشهقت ميتة يا سفرة المشوم ومن جردت هالغاسلة قالت أظن مسموم مخضر جسمها ايش السبب مرمر جسمها حالي لما نخلوها على ساجة المغتسل وادخلوا الغاسلة حتى تغسل اليتيمة فخرجت تلك المغسلة قالت لها لما خرجتي قالت أخاف في أمراض فغادى بدنها في آثار قالوا لها يا غاسلة هذه آثار الصياط على بدن يا والله نادت بيت الدعاء نادت عليهم زينب يا غاسلة غسلوها هالأمر من عدوانها كل ما بكت ضربوها والله نادت عليهم زينب يا غاسلة غسلوها هذا الأثر من عدوان كل ما بكت ضربوها طفلة ولا تتحمل والقوم ما رحموها وانا ما يحصل بيدي حرمة بلي وانا ما يحصل بيدي حرمة بلي يا والله عظيم انا صغير من صغري يتيمة ثار الاب يا ناس خامة إفي على عيال وحريم يا الله نسألك اللهم وندعوك ونتوسل إليك بحق المولى أبي عبد الله الحسين إلا ما فرجت عنا يا الله اللهم شافي كل مريض اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير أيد وسدد حماة الدين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها جماعتي الحاضرين فضم اللهم في أنفسهم فردا فردا لا سيما المؤسسين تقبل منهم هذا العمل المبارك والفاتحة تسبقها الصلوات.